اخر جزء، جزء الاحلام. بتحلموا ايه؟ عايزين تتجوزوا امتى؟ مش مستعجلين؟ هتشتغلوا ايه بعد المسرحيه ما تقف؟ هتعملوا حاجه مع بعض ولا لا؟ كده يعني في السريع. احنا مش محددين ميعاد. مفيش ميعاد محدد. في انا بالنسبه لي، انا يعني عشان كنت شغال على الالبوم بتاعي، ولما جت المسرحيه كنت بحاول اقنع هبه برضو في الاول، بقول لها انت ازاي هتسيبي المسرحيه ومش هتكملي؟ ده انا ضحيت بان انا انزل الالبوم واجلته لبعد المسرحيه، فدلوقتي انا الاوان بقى ان انا اشتغل عليه، اشتغل على الالبوم الجديد بتاعي، وهبه معايا ربنا بعتها لي هديه ان هي تكون مصدر الالهام الوحيد بالنسبه لي في الالبوم ده بالنسبه لاحلامي اللي انا هشتغل في الالبوم اللي جاي. وهبه برضو عندها في كذا مشروع بتشتغل فيه. الفيلم ملعوب بيكو اسم مؤقت لي يعني، مع استاذ عمرو عبد الجليل ومخرج تامر بسيوني. ان شاء الله يعني بنصور فيه ونكمل بعد المسرحيه ان شاء الله، قربنا نخلص فيه يعني ان شاء الله. وفي برضو فيلم بقراه وربنا يسهل يعني يا رب ان شاء الله. كلنا بنتمنى لكم المستقبل السعيد والعلاقه الطيبه ومباركه الاهل لطول الامد يعني، ويبعد عنكم الخناقات، ويبعد عنكم بيقولوا ايه؟ العين والحسد. وايه تاني؟ والنكد. يبعد عنكم العين والحسد والنكد. والمره الجايه ان شاء الله تبقوا معانا بقى، ومعاكم محمد الصغير وهبه الصغيره. يا رب. نختم بقى على عيش الحب. يلا هتغني معاها؟ طبعا. يلا.
حبيبي انا وانت هنصبح عين. تستمر مش بس حب، تستمر متضفرة بالفن وبالنجاح ومشوار مشترك يضيف له وليكي. محمد محسن صحيح انه حفلاته سواء في الاوبرا او في اماكن كتيرة جدا بيبقى كامل العدد وله جمهور كبير من الشباب بيحبه، وهبة مجدي مؤخرا تألقت واشرقت في ادوارها، بس اتمنى ان هما الاتنين يزودوا نجاح بعض ويزودوا تألق بعض، وتبقى الحياة اللي قدامهم كلها سعيدة في عيش الحب اللي هيختاروه. ألف مبروك هبة مجدي ومحمد محسن، وهتاخد بالك منها. في عينيا هبة، في عينيا. شهور فاتت بعد إعلان الخطوبة حصلت حاجات كتير وإشاعات كتير، إلى أن هبة ومحمد عملوا كتب الكتاب والفرح في يوم واحد بدون تأجيل. بالنهار وفي جنينة أحد الفنادق عملوا الفرح على الضيق، المعازيم كانوا معظمهم من القرايب وشوية أصدقاء. وجه الشاهد على عقد القران، الشاهد على قصة الحب من أولها. زغريت وتصوير ومباركة وسيلفي للعروسين. كان في دموع كتير في عيون هبة وعيون مامة هبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد فإني استخرت الله العظيم، فإني استخرت الله العظيم وتوكلت على الله وزوجتك موكلتي البكر هبة مجدي عبد المنعم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، والحضور شهود على ذلك، والله خير الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد فإني استخرت الله العظيم
وتوكلت على الله وقبلت زواجي زواج موكلتك البكر هبة مجدي عبد المنعم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا والحضور شهود على ذلك والله خير الشاهدين. قبلت ورضيت وزوجتك موكلتي على ذلك والله على ما أقول وكيل. قبلت ورضيت زواجها لنفسي وأعاهد الله أن أعاملها معاملة طيبة. جميعا ندعو للزوجين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. مبروك ألف مبروك. أنا نفسي أقولها لك في أول مرة نتقابل ورغم إني جدع وتقيل وعمري ما أقولها بالسهل أنا نفسي أقولها لك في أول مرة نتقابل فلو كان المكان يسمح وست الكل لو تأذن أنا عايز أقول إني بحبك من زمان جدا. مبروك يا هبه يا حبيبه قلبي، ربنا يسعدك يا رب وتبقي زوجه صالحه وام صالحه باذن الله، وربنا يوفقك يا محمد معاها. خلي بالك منها وصيك تاني اهو، وربنا يوفقهم يا رب. وقبل ما الساعه تدق 7:30 كان العريس واخد عروسته بسرعه على المسرح القومي واخدها لليلة من ألف ليلة وليلة. أحب أبارك لك وأقول لك مبروك. وأنا برضو أحب أقول لك ألف مبروك و... على إيه؟ على حاجات كتير، على المسرحية، على السيزون الثاني بتاع المسرحية هيكون على إيه يعني؟ بس ألف مبروك برضو. النهاردة يوم مختلف بالنسبة لنا جدا وحساس جدا ومفاجأة لينا علشان احنا بنتجوز وبيكتب كتابنا وفرحنا على اساس ان احنا مكناش عارفين. ايوه يوم مفاجأة يعني. لا هو مفاجأة في الاحساس ايه، ان احنا بعد ما خلصنا الفرح وكتبنا الكتاب والحمد لله عدت على خير، جينا على المسرح علشان نعرض المسرحية ليلة من ألف ليلة مع دكتور يحيى فخراني، وده في حد ذاته يعني حاجة جديدة، حاجة مختلفة يعني. احنا كل الشباب اللي زينا اللي هم مقدمين على الجواز يعني عدت بسلام وسلاسة ويعملوا الفرح ويجوا برضو ويعرضوا العرض ليلة من ألف ليلة مع دكتور يحيى الفخراني، او يحضروا بقى العرض مش يعرضوا. يحضروا العرض يروحوا شغلهم، يروحوا أكل عيشهم بقى. بالظبط. مدام منى الشاذلي نورتنا جدا في كتب كتاب، وانا بشكرها جدا، ولان هي كمان بحسها من يعني تبعنا اسرتنا، يعني اختنا الكبيره اللي شاركت معانا الحب ده وشافته معانا وبركت لنا فيه من اول خطوبه. أنا الخليفة إيدي في إيدي وإنت الأميرة والناس عبيدي.
وفي نهاية العرض جمهور المسرح عرف إنه عرض الليلة مش زي أي ليلة. باسم أسرة المسرح القومي وكل العاملين بالمسرح القومي وباسم كل هذا الفريق احنا بنقدم باقة ورد للعروسين. مبروك مبروك وبالرفاء والبنين. تحبوا تقولوا حاجة للناس؟ ان شاء الله ودايما كل بنت تعيش في سعاده وتختار الانسان المناسب ليها اللي بيحبها بجد. بقول لكم مبروك ويجعل ايامكم كلها سعيده ان شاء الله ويرزقكم بالذريه الصالحه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ألف مبروك. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.